كنا مع الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث شددت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب على التزام الأكاديمية بدور حيادي في الحوار الوطني، مؤكدة أن الأكاديمية ستكون على مسافة واحدة من الجميع. وتوجهت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم الحوار الوطني. في كلمته قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن من لجأ للقتل أو حرض عليه أو شارك فيه لا مكان له في الحوار الوطني. وأضاف رشوان خلال جلسة انطلاق الحوار الوطني أن هناك إقبالا كبيرا من فئات الشعب المصري للمشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هدفه أولويات العمل الوطني. والآن إلى جولتنا الإخبارية. انطلق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأول بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. كانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني والذي يتألف من 19 عضوا بناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، وذلك بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني. قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن من لجأ للقتال أو حرض عليه أو شارك فيه لا مكان له في الحوار الوطني. وأضاف رشوان خلال جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أن هناك إقبالا كبيرا من فئات الشعب المصري للمشاركة في الحوار الوطني. من لجأ للقتال أو حرض عليه أو شارك فيه هو ليس على قاعدة هذا الحوار على الإطلاق، لأنه لا يعترفوا لا بشرعية هذه الدولة ولا بدستورها، وهما الأساسان اللذان يقوم عليهما الحوار، لأننا لا نسعى لبناء دولة جديدة بل نسعى لبناء جمهورية جديدة أساسها الدستوري متماسك بدستور 2014 وشرعيتها مؤكدة لدى جماهير شعبنا الذي خرج في الذكرى 9 بـ30 يونيو، ونحن هنا جزء كبير من تحالف 30 يونيو. وهذا الحوار كما ذكر من قبل في أكثر من مناسبة هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو. من جهتها شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب على التزام الأكاديمية بدور حيادي في الحوار الوطني، مؤكدة أن الأكاديمية ستكون على مسافة واحدة من الجميع. وقد توجهت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم الحوار الوطني. سيذكر التاريخ أن بين جنبات هذا المبنى انطلق أول حوار وطني بين القوى والأطياف السياسية والحزبية والمجتمعية المختلفة. ولأن الأكاديمية منذ نشأتها وهي مصنع إعادة بناء الإنسان، فهي مؤسسة وطنية وستكون أبوابها مفتوحة ومرحبة بجميع فئات الشعب والقوى السياسية والمجتمعية، مسخرة كافة إمكانياتها لإنجاح هذا الحوار الوطني مع التزامها التام أن تقوم بدورها هذا بتجرد وحيادية وشفافية وعلى مسافة واحدة من الجميع حسب تكليفات السيد رئيس الجمهورية. قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إن دور الأمانة فني ومحايد تماما، مبينا أن الأمانة ستتولى تنظيم إجراءات جلسات الحوار واستيفاء وتجهيز الموضوعات بالشكل الذي يمكن مجلس الأمناء بإدارة الحوار بالشكل اللائق. حقيقة أن الأمانة الفنية دورها فني تماما ومحايد تماما. إحنا هنتولى تنظيم إجراءات جلسات الحوار ومتابعة فعالياته وتجميع وتصنيف وتبويب واستيفاء الموضوعات وتجهيزها للعرض على مجلس الأمناء بالشكل اللي ممكن يمكن مجلس الأمناء بإدارة الحوار بالشكل اللائق للشعب المصري. الحقيقة تم تقسيم الأمانة الفنية من الناحية الداخلية
إلى أربع مجموعات رئيسية. المجموعة الأساسية كانت فريق المحتوى، ثم فريق العلاقات العامة والاتصال، ثم فريق متخصص في الإعلام، ثم فريق متخصص في اللوجستيات. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر. وخلال اللقاء رحب الرئيس السيسي بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية والأخوية المتينة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السيد خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذي لإمارة أبوظبي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات. وقد طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرحبا سيادته بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وذلك ترسيخا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كافة المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من جانبه نقل الدكتور سلطان الجابر إلى السيد الرئيس تحيات أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة السيد الرئيس، وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، ومؤكدا في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة. أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتعاون مع الحكومة لتمرير عدد من مشاريع القوانين خلال الجلسات العامة لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساعي جادة وخطى حثيثة لبناء الجمهورية الجديدة. أعرب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني عن اعتزازه بما تم إنجازه من مشروعات للقوانين من هذا الدور، وأيضا لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع. اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني قطعنا فيها معا خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساعي جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري، إن ما أنجزناه
من مشروعات القوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعا لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بإذن الله بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وعودة لملف الحوار الوطني والاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، معنا عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل الكاتب الصحفي مدير التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ الأستاذ محمود باسيوني. ضيفي الكريم، بعد التحية، كيف ترى الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني وأهم الرسائل التي توقفت أمامها من كلمات أعضاء مجلس الأمناء؟ بالتأكيد احنا قدام خطوة مهمة جدا في تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء الحوار الوطني، وأنه الرسائل المهمة ان حوار جاد، حوار بين مجموعات مختلفة وآراء مختلفة بتعبر عن الرأي العام المصري، انه في عمل مهني جاد بتقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب باستضافة هذا الحوار وبإدارته بهذا الشكل المهم. الكلام اللي اتقال النهاردة عن المشاركات اللي بتتقدم من المواطنين ومن الجهات المختلفة ومن المنظمات المجتمع المدني ومن غيره من الفاعلين الرئيسيين في المجتمع المصري بيدي مؤشر انه هذا الحوار يعبر عن المجموع العام للمجتمع المصري وعن كل التيارات اللي موجودة، وانه بالفعل تنفيذ للحديث عن انه الحوار والاختلاف في الوطن لا يفسد الوطن قضية، وانه هذه المسألة مقدرة ومحترمة، وانه هذا الحوار جاد في انه يرسم خريطة الطريق للمستقبل فيما يتعلق بالتغير اللي هيحصل في العمل السياسي داخل الجمهورية الجديدة التي تقبل كل الآراء والتي يعني عندها تطلع انه يتم اجراء اصلاح سياسي حقيقي يتوازن ويتواكب مع الاصلاح الاقتصادي الذي تعيشه مصر. فانا بتصور انه اهم الرسائل اللي وصلت النهارده في هذا الحوار انه كل الآراء مقدرة، انه هذا الحوار تم بثه بشكل مباشر على كل المواطنين في مصر في نوع من أنواع المكاشفة الكبيرة حول مجريات هذا الحوار، وده ما كانش بيحدث في حوارات سابقة، وإنه هذا الحوار جديته نبع من جدية الحضور اللي موجودة فيه وهذه الكوكبة من الشخصيات العامة التي تمثل تيارات مختلفة داخل المجتمع المصري، وإنه هذا الحوار يتم برعاية السيد رئيس الجمهورية وسيتم إطلاعه على كل ما يجري فيه، فده بيدي مؤشر انه كل ما يقيل سواء من السادة اعضاء الامانة العامة للحوار الوطني او من المقدمة من مواطنين عاديين حتى ومؤسسات وغيرهم مقدرة ومحترمة، وستجد طريقها في مخرجات هذا الحوار التي اتصور انها ستكون ملزمة لكل مؤسسات الدولة في ان يتم الاستجابة لما سيأتي في هذا الحوار. وأتصور ده كمان بيرد على بعض الناس اللي كانت بتحاول تشكك في جدية هذا الحوار، إنه الحوار تم النهاردة بدايته ثم سيتم عرضه على الناس بهذه الشفافية وبهذه المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري حتى يتأكد الجميع من جدية هذا الحوار، ويتأكد الجميع أنه الدولة المصرية عازمة بالفعل على الإصلاح السياسي وعلى التغيير للأفضل في الجمهورية الجديدة. نعم، يعني إذا توقفنا عند تصريح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، وسريعا ان تكرمت ضيفي الكريم، ان من لجأ للقتال او حرض عليه او شارك فيه ليس له مكان داخل الحوار الوطني. بالتاكيد من الرسائل المهمه جدا، وهي بتؤكد على المعنى انه الحوار يتم بالحوار ولكن وليس بالسلاح وليس بالارهاب وليس بكل ما شهدناه ما بعد 2013. هذه جماعة لا تؤمن بالحوار، هذه جماعة غير ديمقراطية، هذه يعني جماعة فاشية لا تقبل الحوار ولا تريد. نعم، يعني كما أشرت ضيفي الكريم، الحوار للحوار وليس لحمل السلاح. ضيفي الكريم الكاتب الصحفي محمود باسيوني، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم من جديد، ونستأنف جولتنا الإخبارية بالعودة إلى ملف الحوار الوطني.
كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قد لاقت استجابة واسعة من القوى الوطنية المختلفة منذ اللحظة الأولى للإعلان. كلف الرئيس السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، على أن يحضر رئيس الجمهورية جلسات الحوار في مراحلها النهائية. جمهورية جديدة تتسع للجميع وتنتصر للاختلاف، تكليف واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وبتنظيم وتنسيق حوار وطني بين كافة التيارات والأحزاب السياسية، وفتح الباب لمشاركة كل المصريين على اختلاف تياراتهم. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. الأكاديمية الوطنية تنفيذا للتكليف الرئاسي أكدت الالتزام بأطر دورها التنظيمي والفني والتنسيقي فقط، بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار، وسعيا لبلوغ نتائجه من تحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة وفقا لرأي القوى والتيارات المشاركة، لتقتصر مهامها على الدعم اللوجستي من خلال تنظيم ورش عمل وندوات مختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية في الموضوعات محل النقاش، لتعظيم قيمة مخرجات هذه الأنشطة في ضوء المتغيرات العالمية. القوى والأحزاب السياسية كافة سرعان ما لبت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لما فيها من خير لوطننا، وقامت كل منها على حدة بتنظيم ورش العمل الخاصة بها لتحديد أولوياتها النقاشية بالحوار. وفي أولى خطوات الحوار التنسيقية تم اختيار نقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقا عاما للحوار، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار. وتكون من مهام نقيب الصحفيين ضياء رشوان بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري. نقيب الصحفيين ضياء رشوان أكد أن حجم الاستجابات لدعوة الرئيس السيسي فقط ما يمكن تصوره، مؤكداً الموافقة الجماعية على المشاركة في الحوار الوطني من مختلف التيارات والأحزاب السياسية، إضافة إلى وجوه ظن البعض أن لا موطئ قدم لها في العملية السياسية بعد. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من الأكاديمية الوطنية للتدريب. أحمد، هل لك أن تنقل لنا المشهد لديك، وذلك بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية أو الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني؟ نعم ريهام، تحية لك وتحية ليوسف. بالفعل أنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تستضيف فعاليات الحوار الوطني
في يومه الأول. وفي البداية أقتبس كلمات الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب التي أعلنت أن يوم 5 يوليو من عام 2022 هو يوما تاريخيا سوف يشهد التاريخ أن الأكاديمية الوطنية للتدريب استضافت بين جدرانها هذا الحوار الوطني الذي يقام بدعوة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدأ أولى جلسات هذا الحوار الوطني بعد ظهر اليوم بكلمة ترحيبية من الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ثم أيضا أخذ الكلمة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والذي قام بعرض جهود الأمانة الفنية في خلال الفترة الماضية منذ انطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي. هذه الجلسة الأولى أقيمت بمشاركة أعضاء المجالس أمناء الحوار الوطني، ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأمانة أمناء الحوار الوطني 19 عضوا تم اختيارهم على مدى 20 يوما ويمثلون مختلف أطياف القوى السياسية في مصر. هذا الحوار كما استعرض المستشار محمود فوزي خلال كلمته استعرض جهود الأمانة الفنية للحوار الوطني، أكد أنه تم إرسال 500 دعوة لمختلف القوى السياسية للمشاركة في هذا الحوار الوطني، هذا فضلا أن الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للحوار الوطني استقبل أكثر من 96,000 تسجيل، وكانت هذه التسجيلات ممثلة لمختلف محافظات الجمهورية المحافظات 27، وكانت محافظة القاهرة على رأس أو أخذت الرصيد الأكبر من المشاركات من مختلف المواطنين الذين قاموا بالتسجيل أو إرسال استفسارات أو خلافه على الموقع الإلكتروني للحوار الوطني الذي تم تدشينه خصيصا لهذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على هذه التغطية الوافية، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ضيفي الكريم بعد التحية. كيف ترى الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، وما هي أهم الرسائل التي توقفت أمامها؟ طبعا كان اجتماع جلسة التحية كانت جلسة جيدة جدا مفيدة، وطبعا حصل تعارف من السادة الأعضاء مجلس الأمناء، تم تعريف ببداية الحوار وتلقي طلبات واقتراحات المواطنين، أكثر من 100,000 طلب ومقترح، تم التواصل مع الجهات المختلفة، المستشار رئيس اللجنة الفنية أدى تقرير أمام مجلس الأمناء، وطبعا مجلس الأمناء تحدثوا، وكل طبعا عنده تفاهم أن يخرج الحوار الوطني بكمية من التوصيات والقرارات، ممكن يبقى منها قرارات تنفيذية، قوانين التشريعات، مقترح تحديات القانون الشرعية، وطبعا الحوار ممتد وفي توقف على أن كل المصريين مدعوين للحوار فيما عدا من تصدى للدولة ضد السلاح ووقف ضد الدستور المصري. أيضا الحوار لن يكون حوارا مقدورا على فئة معينة، ولكن بكل أطياف المجتمع المصري. برضو تم تطرق إلى إطلاق العقد الرئاسي على المسلمين سياسيا وشغلاء الرأي. أيضا تم التوافق على أن يكون هناك خبراء ومتخصصين يكونوا موجودين ايضا ليسروا الحوار بعد المعلومات وبعد الاطلاع. سيتم عقد جلسه الان وسيتم فيها يعني اعتماد اللائحه الداخليه اللي هتنظم عمل مجلس الامناء في المرحله القادمه. طبعا تم التاكيد ان الحوار ليس له سقف ولا هناك خطوط حمراء. جلسات ممكن تبقى جلسات علنية أو جلسات مغلقة، ممكن يدعى هذه اللقاءات كل أطياف المجتمع. نعم. في محاور ثلاثة، المحاور السياسي، المحاور الاقتصادي، المحاور الاجتماعي المجتمعي، هيكون ثم جزء محاور أساسية في الحوار. كل دي أمور إيجابية وهناك يعني جدية شديدة جدا من أعضاء مجلس الأمناء، وفي نوع من أنواع الرغبة الكبيرة في أن يظهر هذا الحوار بنتائج
يتم رفع رئيس الجمهوريه وينتج عنها يعني انشاء ربات انشاء الجمهوريه دي. فيما يتعلق بالنتائج دكتور طلعت، يعني اشرت الى ان الحوار من المفترض ان يخرج عن اجراءات تنفيذيه او تشريعات قوانين، يعني المزيد من التوضيح اذا تكرمت. يعني النهارده مثلا احنا بنقول هنناقش قوانين معينه، في قوانين المجتمع محتاجه مثلا زي قانون المحليات مثلا. فممكن اول حوار ينتج يقول رجيم يعمل قانون للمجالس المحليه والمحليات، في مثلا تعديل في بعض القوانين القائمه، قانون تنظيم العمل الالي، في قانون خاصه بالحزب السياسي. يعني كل دي قوانين او تشريعات ممكن اول حوار ينتج عنها يعني يوصي بتعديلها او يعني قوانين جديده. كل الكلام ده هيبقى مطروح، او قرارات تنفيذيه تحتاج قرار من رئيس الجمهوريه او مجلس الوزراء. كل الكلام ده موجود. نعم. الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، شكرا جزيلا لك. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد دولة الإمارات الذي يزور مصر حاليا. يضم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل والمدير التنفيذي بشركة أدنوك. وخلال اللقاء اطلع مدبولي على نتائج المباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية بشأن مشروعات التعاون المقرر تنفيذها، سواء في إطار ثنائي بين مصر والإمارات أو في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن. وأشار الجابر إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة العليا لمبادرة الشراكة هذا الشهر في القاهرة لمتابعة المشروعات التي تم التوافق بشأنها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 453 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 66 طن مواد غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى ضبط قرابة 58 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط 8 أطنان من السلع في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تم ضبط 613 قضية، من بينها 171 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وذلك في مجال قضايا المخابز. فيما تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 28 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. دعا رئيس التونسي قيس سعيد مواطنيه لدعم مشروع الدستور الجديد والتصويت بنعم حتى تتحقق أهداف الثورة. وأكد الرئيس التونسي في بيان لرئاسة الجمهورية أن مشروع الدستور يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات، وأوضح أن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية، مضيفا أن من يدعون أن مشروع القانون أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد بعيدون عن الحقيقة. هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 60 للاستقلال. كما دعا تبون خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، دعا الجميع إلى المساهمة في دعم وتثبيت ركائز الدولة لمواجهة التحديات. أتوجه إلى شعبنا الأبي بالتحية والتهنئة، ونحن نضفي وجها استثنائيا على إحياء الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية في وقت وصلت فيه البلاد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسم معها وجه جزائر الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل. وإنه لا يجدر أمام هذا المشهد المهيب أن نجدد تقدير الأمة لدرع الجزائر
جيشنا الوطني الشعبي حامل لواء جيش التحرير الذي نشهد معه باعتزاز ما أحرزه من مكاسب وإنجازات عظيمة. إن هذه اللحظات لعميقة المغزى، والشعب الجزائري يقف على ما وصل إليه جيشنا العتيد من احترافية وتحكم عالي في العلوم والتكنولوجيا العسكرية. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان بتكوين شعبه وتعدد أديانه وطوائفه يشكل نموذجا يحتذى به في العيش المشترك، وهو الأقدر على أن يكون مثالا للتلاقي والحوار في العالم. كذلك خلال استقبال عون بقصر بعبدا وفدا من المشاركين في المؤتمر السنوي 21 للمنظمة العالمية لحوار الأديان والحضارات الذي عقد في لبنان تحت شعار لبنان أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار. أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي بأن سلاح الجو العراقي نفذ ضربتين جويتين استهدفتا وكرا للإرهابيين وكهفين في جبال حمرين. وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن طائرات F-16 نفذت ضربتين جويتين استهدفتا وكرا للإرهابيين وكهفين في جبال حمرين، مضيفة أن قوة من فوق جهاز مكافحة الإرهاب بكركوك خرجت لتفتيش المكان المستهدف. وقع وزيرا خارجية فنلندا والسويد على بروتوكولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو. أكد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن أبواب الحلف ستظل مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية التي تريد المساهمة في أمن المنطقة المشتركة. اليوم سنوقع رسميا على بروتوكولات الانضمام، وهذا يمثل بداية عملية التصديق. ولا يزال باب الناتو مفتوحا أمام الديمقراطيات الأوروبية المستعدة والراغبة في المساهمة في أمننا المشترك. هذا يوم جيد لفنلندا والسويد ويوم جيد لحلف الناتو. هناك 32 دولة حول الطاولة، سنكون أقوى وستكون شعوبنا أكثر أمنا في وقت نواجه فيه أضخم أزمة أمنية منذ عقود. أكد وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو أن الانضمام انضمام بلاده والسويد للناتو سيزيد من الأمن الجماعي للحلف. وقال وزير الخارجية الفنلندي إن قمة الناتو في مدريد اتخذت قرارا تاريخيا بدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الحلف. It's my honor to represent. يشرفني أن أمثل فنلندا اليوم. اتخذت قمة مدريد قراراً تاريخياً بدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الحلف. بالأمس عقدت محادثات الانضمام بين الناتو وفنلندا، واليوم يسعدني أن أشهد التوقيع على بروتوكول الانضمام من قبل جميع حلفاء الناتو. ونحن نقدر بشدة دعم الحلف لعضوية فنلندا، وإنني أتطلع إلى تسريع عملية التصديق. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه توجد لدى وزارة الدفاع الروسية خطط لإجراءات وتدابير لأمن البلاد، وذلك في ضوء انطلاق عملية انضمام فنلندا والسويد إلى ناتو. أضاف بيسكوف أن خطط الرد على احتمال نشر قاعدة للناتو على حدود بلاده لا يتم بحثها في الكرملين ولكن في وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن العمل قائم لضمان أمن روسيا. انتهت نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.